أهلا بك عزيزي المشاهد وحلقة جديدة من برنامج نور يتزايد. في هذا البرنامج بنجاوب على تساؤلات متنوعة، أسئلة في الحياة العملية، تعليم في الكتاب المقدس وآيات عسرة الفهم. النهاردة عندنا سؤال بخصوص الصداقة، وسؤال من حياة أيوب. نعرف عن أصدقاء أيوب. السؤال بيقول إنه ليه أصدقاء أيوب ما قدروش يساعدوه بالرغم إنهم كانوا بيقولوا كلام روحي وكلام شكله حلو، لكن واضح إنه كان ما قدروش إنهم يساعدوا أيوب. هم أصدقاء لي، وأصدقاء الحقيقة لما أيوب ما تخلوش عنه، يعني لما أيوب جات له الكوارث سافروا وجم لحد عنده، وكمان قعدوا مش قادرين يتكلموا فترة من الزمن، يعني كان عندهم المحبة، تأثروا تأثروا وقطعوا مسافات. سفر أيوب بيقول لنا كده، وممكن نطلع سفر أيوب ونقرأ عن أصدقاء أيوب عملوا إيه لما سمعوا عن أيوب. فلما سمع أصحاب أيوب الثلاثة، وأصحاب أيوب الثلاثة يعني دول أقرب ثلاثة ليه، بكل الشر الذي أتى عليه، أيوب 2 آية 11، جاءوا كل واحد من مكانه وتواعدوا، اتفقوا أن يأتوا وقدامهم هدف ليرسوا له ويعزوا. عزوا يعني شجعوا. ويقول الكتاب لما شافوه ما رفعوا أصواتهم وبكوا وأظهروا روح، أظهروا قد إيه إنهم متأثرين. يقول لك مزق كل واحد جبته وزروا ترابا فوق رؤوسهم نحو السماء. ودي حاجات كانوا بيعملوها زمان للتعبير عن الحزن الشديد، التأثر. وقعدوا معه على الأرض 7 أيام و7 ليالي قاعدين، ولم يكلمه أحد بكلمة، لأنهم رأوا أن كآبته كانت عظيمة جدا وبعدين قاعدين 7 أيام مستنين أن أيوب يتكلم. يعني عندهم محبة، عندهم قلب، عندهم صبر. تخيل نفسك كده قاعد 7 أيام ما بتتكلمش ومستني ان اللي قدامك يتكلم عشان تعرف تكلمه، لانه رأوا ان هو مكتئب. كآبته كانت عظيمة جدا. بعد هذا فتح ايوب فاه وابتدى يتكلم. برغم كل ده اصحاب ايوب جايين يشجعوا ايوب، بدل ما يشجعوه تعبوه. وهو قال كده معذب معزون متعبون كلكم، أطباء فاشلين بطلون. يعني رغم كل ده ما نجحوش. ليه ما نجحوش؟ في واحد بقى مش صديق زيهم اسمه أليهو، ده تقرأ برضو عنه في سفر أيوب. لما دول تعبوا أيوب وفشلوا إنهم يقودوا أيوب في السكة الصح، وهو واضح انه مش من الثلاثة، يعني صاحب بعيد سنة لك جه وقاعد يسمع اللي بيقولوا الثلاثة دول. وبعدين يقول ايه بقى، شو بقى قاليه وقال ايه، لانه قال انا ما حبيتش اتكلم عشان انا صغير في السن، وكان أليه قد صبر على أيوب بالكلام لأنهم أكثر منه أياما. فلما لقيهم ما ساعدوش أيوب ابتدى يتكلم. ولما اتكلم بقى نقرأ آية 18 بتقول إيه، لأني ملآن أقوالا روح باطني تضايقني. عندي رسالة، يعني زي الخادم كده لما يبقى حاسس بحمل جواه وما يرتاحش غير لما يعمل الحاجة. يعني احيانا
الرب يقود الخدام هكذا، يخليهم كده في حاجة، شايل حاجة كده، وما يرتاحش الخادم غير لما يعمل الحاجة دي. ده حمل، ده غير الحمل، يعني مختلف عن الحاجة اللي بيجيبها إبليس. بيجيبها إبليس ملهاش هدف، يحسسك كده أنك تعبان، تثقل من الله يعني. ده بيبقى تثقل من الله، وحيز يتكلم وفرمل نفسه عشان هو صغير، بيحترم الكبار اللي بيتكلموا، لكن بيقول ايه؟ لاني ملقان اقوالا روح باطني تضايقني، انا عايز اتكلم فارتاح. وبعدين ابتدى يتكلم. ايه بقى الروح الباطني؟ نقدر نقول ان اليهو ده صديق الرابع كان بقى عنده تأييد الهي، كان عنده الروح القدس، فعشان كده نجح فيما فشل فيه. التلاتة قالوا كلام رائع جدا، حلو قوي. يعني في كلام من اللي قالوه بيتاخد آيات، يعني لأنه في الكتاب، لأنه ماشي مع كل الكتاب. زي مثلا يجرح ويداه تعصبان، دي قالها واحد من أصدقاء أيوب. يعني في كلام كتير حلو بس مفوش، مش مؤيد بالروح. وبعدين ليه هم فشلوا؟ يبقى إذن ما كانوش مؤيدين بالروح القدس. اتنين، كانت الاتجاه بتاعهم ضد أيوب، بيحفروا فيه. إنما أليه لأنه بيتكلم بالروح كان اتجاهه تركيز على الرب. يعني هم ركزوا على أيوب في كلامهم، أليه ركز على الرب. إيه النتيجة؟ نجح. وإيه؟ وخلى بعد ما وقف الرب اتكلم مع أيوب، نجح. نجح ليه؟ لأنه كان شخص عنده رسالة في حاجة. أنا عايز أساعد، راح أساعد أخويا، لازم يبقى عندي حاجة، حاجة من الرب، لازم أصلي والرب يملاني كلام. زي ما بولس قال الرب عزاني عشان أستطيع أن أعزي الذين هم في كل ضيقة، زي ما عزاني في كل ضيقاتي. يعني خد حاجة من الرب واتملى بيها ورايح يتكلم. عشان كده ثلاثة فشلوا رغم كلامهم رائع، رغم ان شفنا انهم تعبوا، كان عندهم صبر، كان عندهم مشاركة، انما تعبوا ايوب جدا 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 جدا، معزون متعبون. قال لهم كده بصراحة، كلكم انتوا كلامكم ده تعبني جدا جدا جدا. كلام أليه بقى فوق أيوب، وخلى أيوب يتكلم مع الرب والرب يتكلم معاه. طب من الكلام ده بقى عايزين لو تقول لنا وتلخص لنا إيه الحاجات اللي تخليني أكون صديق نافع أو كويس لأصدقائي. أني دايما أصلي من أجل أصدقائي، دايما عايز أساعدهم. قبل ما أعضت في الفلوس أصلي، قبل ما أروح المستشفى أصلي، أنا هقف معاه هيعمل عملية لازم أصلي. ده لا يعني أنا هساعده بصلاتي، لأن لما أصلي الروح القدس هيشتغل زي ما اشتغل في أليهو. ولما يشتغل خلاص أيوب وصل للرب، الرب يعني العائق وقع بسبب الكلام اللي كلمه أليهم. لكن عندنا كمان مش ده بس، الأصدقاء اللي يعني عندنا دول تعبوا أيوب وكانوا محتاجين يتوبوا عن عملوا. يعني أنا رغم أنهم راحوا وقعدوا وصبروا وتكلموا كل الكلام اللي عندهم، إنما لا كانوا محتاجين يتوبوا. كانوا ليه؟ لأنهم كمان لأنهم ما صلوش شافوا إن أيوب مذنب، كل اللي بيحصل له ده بسبب خطاياه. والحقيقة ما كانش كده، الحقيقة إن اللي حصل لأيوب ده تعاملات فيها الشيطان وفيها الرب، وإن الرب استخدم اللي عمله الشيطان عشان ينقي أيوب من نزعة البر الذاتي والكبرياء، لكن مش علشان زنا، مش علشان هما بقى مخهم راح ان كل الكوارث اللي بتحصل لك دي
سببها انت، سببها كبريائك، وهم ما يعرفوش حاجة. ليه؟ عشان ما صلوش، وعشان كده كانوا محتاجين يتوبوا، كانوا محتاجين يتوبوا، كانوا محتاجين يتوبوا. يعني شوف آخر أصحاح في سفر أيوب بيقول إيه؟ عشان أنا لو مش صديق كويس لمؤمن، لا يبقى لازم أتوب، يعني لازم أتعلم من الحتة دي. قال لهم كده: اذهبوا إلى عبد أيوب واصعدوا محرقة لأجل أنفسكم. أصحاح 42، أصحاح 42، عشان يعني أرفع إيدي. قد بيقول كده أن الرب قال: قد احتمى غضبي. بيكلم واحد من الثلاثة في آية 7، بعد ما أيوب تاب عن الكبرياء وقال له بسمع الأذن، بسمع الأذن قد سمعت عنك، الآن أندم في التراب والرماد ومتضع. الرب قال لواحد من الثلاثة إيه؟ قد احتمى غضبي عليك وعلى كل صاحبيك، لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب. وقال لهم روحوا الوقتي، كأنهم بيقولهم روحوا اعتذروا لأيوب، لألا أصنع معكم حسب حماقتكم، حسب حماقتكم. يعني لو أنا ضريت صديقي، أنا رايح أساعده بس ضريته لأني ما صليتش، ضريته زي ما الثلاثة دول، لا أنا أبقى هتقدم من الرب. درس هام جدا، ان الصداقه دي مسؤوليه، عشان ابقى صديق لواحد مؤمن، صديق حميم، مسؤوليه عليا ومسؤوليه كبيره، ان انا قبل ما اقوم بمساعدته والنقاش معاه في موضوع كبير لازم اركع واصلي واطلب تاييد الروح القدس ليا. امين. لان انا مهما شجعت تشجيعي هيتقلب للعكس لو أنا بدون الروح. ناخد مثل كمان عن صدقات مضرة. سفر صموئيل الثاني أصحاح 12، آسف أصحاح 13، مثل آخر صدقة مضرة. ابن داود اسمه أمنون، واحد من أولاده، وكان لأبنون صاحب اسمه يوناداب. صاحب هنا يعني صديق، ويوناداب ده يبقى قريب لداود، يعني أقرباء، يعني داود هو أبو أبنون، لأن هنا يقولك ابن شمعي أخي داود، يعني قريبه ويمكن وابن عمه، يعني ده اسمه إيه؟ يوناداب. صفاته إيه يوناداب؟ وكان يوناداب رجلا حكيما جدا، كان رجل حكيم، حكيم جدا، بس برضو زي التلاتة أصحاب أيوب، حكمة مش بالروح، حكمة نتيجة ذكاء طبيعي، حكيم بسبب أنه ذكي وعنده خبرة فصار حكيما جدا. طبعا لما نقول الصديق الحميم لازم يكون حكيم، يعني نصلي أن تكون أصدقائنا القريبين حكماء، لأن الكتاب بيقول المساير الحكماء يصيروا حكيما. يعني الصفة الحلوة في الصديق أن يكون حكيم، بس يبقى حكيم نتيجة الصلاة، حكيم نتيجة العشرة مع الرب، مش حكيم نتيجة الذكاء. ليه؟ لأن راح سأله أنت ليه ضعيف كده ومكتئب، فقال له أني ميال لسمار، وسمار قال له أمنون أني أحب سمار أخت إبشالوم، هي يعني أخت إبشالوم أخوه بس من أم تانية، يعني سمار دي من أم أخرى. فيوناداب بقى قال له طيب، لأنه ذكي جدا راح قال له فكرة كده، فكرة ذكية جدا جدا، كانت نتيجة الفكرة دي ايه بقى؟ كارثة عظيمة في عيلة داود.
بسبب الحكمة بتاعته دي عايز يقرب لسمار. فقال له خطة كده بسبب الحكمة. الكتاب يقول حكيما جدا بسبب النصيحة دي حصلت كارثة في عائلة داود. كان سببها ان أمنون نفسه مات. يعني في صداقة مضرة. الصديق الحميم لازم يبقى شخص ليه علاقة مع الرب، وخصوصا لو كان ذكي، لان ذكاء بدون علاقة مع الرب يضر جدا 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 جدا. لازم يبقى متأكد ان الصديق الحميم ده في علاقة حية مع الرب. لو بعد عن الرب لا مش هروح استشيره، مش لما يجي يسألني انت ليه مكتئب كده اجاوبه، ما هيديني نصيحة تضيعني. واتعلم من الكتاب، والكتاب ليه ذكر القصة دي؟ عشان اتعلم ان في الصداقة خطورة، ان ممكن الاصدقاء يتعبوا ويكون هدفهم كويس. هو اكيد كان هدفه كويس، هو مش هدفه ان أمنون صديقه يموت، لكن لانه بدون الرب عمل كارثة، نصيحته كارثية. ده مين ده؟ ده اسمه يوناداب. يعني الصديق لازم يبقى شخص عايش مع الرب. ممكن نشوف صديق تاني كان ليه ضرر. في سفر القضاء يبقى تعلمنا درس ان انا مهما كنت ذكي عايز اساعد صديقي، لازم ذكائي ده يبقى تحت هيمنة الرب. تقول لي ازاي؟ ابقى متواضع واصلي واقول له يا رب انا عايز، لاني صديق عايز في مشكله وعايز نصيحتي، اقول له يا رب انا عايز تتحكم في ذهني، انا عايز كلمه منك، انا عايز حكمه منك. ومن تعوزه حكمه، اللي محتاج حكمه فليطلب من الله، لان الرب بيعطي الحكمه بسخاء. ده ايه قالتها رساله يعقوب. رسالة يعقوب برضو كان في تحذير من الحكمة الشيطانية، ان طبعًا. في حكمة ممكن تبقى تأثير شيطاني. يعني بيقول في حكمتين، حكمة شيطانية نفسانية. نفسانية يعني جاية من العقل، يعني فيها داخل فيها الانسان. هو طبعا الرب بيستخدم ذكائي ممكن، يعني لألا حد من المشاهدين يفتكر خلاص من اعتماد، يعني ربنا خلقنا اذكياء يعني نرمي مخنا كده ونتخلص منه. لا، مش ده المقصود، انما المقصود انك تخلي ذكائك تحت هيمنة الرب بالصلاة، بالإيمان، تصلي بإيمان، وتصلي ان الحكمة بتاعتك تبقى الرب موافق عليها، علشان ما تتعرضش لتأديب كمان زي ما التلاتة دول قال لهم. بس الرب كان هيعمل، قال انا هعملكم حسب حماقتكم، حماقتكم حكماء جدا، لكن الرب شافهم حمقاء جدا، يعني جاهلين جدا. ليه؟ لأن بدون الرب أنا مهما كنت ذكي هبقى أحمق، والرب قال كده بدوني لا تقدرون أن تصنعوا شيئا. قلنا في سفر القضاء قصة شمشون، بيقول الكتاب ان ايه هنا في مأساة حصلت في القصة دي، وبرضو كانت نتيجتها صعبة جدا. ان شمشون بقى خلى واحد صاحب من غير المؤمنين، شمشون المدعو من الله اللي عنده مسحة عشان يعمل نهضة للشعب ويحرر الشعب من اعدائه، معاش طبقا للمسحة اللي خدها. عزيزي المشاهد، لو انت عندك الرب مسحك، يعني ايه تقول يعني مسحك؟ يعني ايدك في خدمتك، عطاك مواهب، لازم تعيش طبقا لهذه المواهب. اوعى تغلط غلطة شمشون، ما قدرش الامتياز اللي خده من الرب وراح عمل صديق لي من غير المؤمنين، وتجوز واحدة من غير المؤمنين، كارثة. يقول ايه الكتاب؟ بس اقرأ. يقول كده ايه الكتاب؟ يقول كده فصارت امرأة شمشون لصاحبه الذي كان يصاحبه.
يعني طلقوه منها في الوقت ده يعني دول غير مؤمنين وراحين وراحوا يعني شوف بقى امعان عايزين يضايقوه قوي 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 يجوزوها لمين؟ هو شمشون كان متجوزها واحدة مش من شعب الرب، يروح يجوزوها لمين؟ لصاحبه غير المؤمن اللي مش من شعب الرب. يقولك فصارت امرأة شمشون لصاحبه الذي كان يصاحبه. كانت النتيجة بقى ان شمشون غضب وموضوع، والرب عظيم بيخرج من الجافي حلاوة. حتى الآية دي اتقالت في قصة شمشون، ان شمشون عمل أخطاء رهيبة والرب طلع منها حاجة كويسة للشعب، لكن في النهاية شمشون فقد عينيه. فعندنا أمثلة في الكتاب المقدس لأصدقاء مضرين. طب في سؤال سريع بخصوص، برجع لقصة أليهو لأنك ذكرت أنه إن هو كان أصغر منهم في السن وكده، عشان كده ما كانش كان منتظر أنه يتكلم. هل ممكن أن أنا أصاحب واحد في فرق كبير بيني وبينه في السن؟ ممكن يبقى أن أفكر المشاهد أن احنا قلنا من حياة الرب يسوع على الأرض لما كان بجسده على الأرض نتعلم أن الصداقة درجات. يعني الرب كان ثلاثة قريبين قوي، بطرس ويعقوب ويوحنا هم اللي راحوا معاه بستان جسيماني، هم اللي طلعوا معاه فوق جبل التجلي، يعني حضروا حاجتين عكس بعض بس خاصين جدا بالرب، المجد والألم. يبقى دي الدائرة الضيقة. وبعدين دائرة أوسع قلنا نقدر نشوف فيها الرسل الاتناشر، بعدين دائرة أوسع نقدر نشوف فيها كل التلاميذ لأن في تلاميذ مش من الرسل، وبعدين دائرة أوسع قوي بقى لما كان الرب بيصاحب شوية العشرين والخطاء عشان يجذبهم ليه. فإحنا عندنا درجات، فممكن الشخص اللي أكبر مني أو الأصغر مني ما يبقاش في الدائرة الأولى، ما يبقاش في الدرجة الأولى، ممكن يبقى في الدرجة الثانية أو الثالثة. يعني ممكن، لأن ممكن تبقى في حاجات مشتركة بينه وبينه، لكن في الدائرة اللي هي الكتاب قال الصديق ألزق من الأخ، يعني اللي احنا بنشوف بعض كتير، يبقى أكبر مني لا ده خطر، أو أصغر مني أبقى أنا خطر على الشخص، لأن معناها أن أنا مع الوقت في حاجة غلط. تفكير الأكبر مختلف، ممكن مع الوقت يطبع علي بكل شخصيته فيلغي شخصيتي. لا خطر، خطر جدا أني أصادق واحد أكبر مني أو أصغر مني بفرق سن كتير في، وبس صديق حميم. لا ممكن يبقى صديق مش حميم، ممكن يبقى صاحب ممكن. طب في سؤال برضو شبيب يعني قريب من كلمة قلتها، انه ساعات بنشوف اتنين اصدقاء لكن كأنك بتشوف شخصية واحدة نسخة طبق الاصل. ايه رأيك في حاجة زي كده؟ ده خطأ، لان خطأ وخطأ غير عادي، خطر جسيم. يعني ليه؟ لأن الرب خلقنا متنوعين. ده تفهم كده في من كورنثوس الأولى أصحاح 12، الرب خلقنا متنوعين عشان نكمل بعض، مش علشان شخصية تضغي على شخصية. تضغي على شخصية يبقى احنا ما استفدناش. هو الكتاب قال اتنين أفضل من واحد، هنا بقيت الاتنين بقوا واحد، ما مش أفضل من واحد، اثنين أفضل من واحد لأنه بيكملوا بعض، لأني أنا بكملك وإنت بتكملني. لكن لما نبقى نسخة واحدة يبقى إحنا ضد التصميم بتاع الرب. يعني الرب لما خلق حواء لآدم، نتعلم، خلق حواء مختلف عن آدم تماما، لكن مع آدم تعمل ليس بعد اثنين بل كيان واحد، جسد واحد. فلازم نحافظ على التنوع، الرب عايزنا متنوعين، وما ينفعش ان شخصية تلغي شخصية. انا لما بشوف اتنين قريبين لبعض قوي وشخصية لغت شخصية، يعني لما اتكلم مع ده كأني بتكلم مع ده، طب فين شخصية؟ انا كنت اعرفك قبل كده كنت غير كده خالص، ازاي واحد محى شخصيتك تمام؟ ده مش قصد الرب. وليه ده بيحصل؟ طيب ده زي بالظبط الكتاب لما قال
سوري يعني انا بقطعك، لما قال الكتاب لما تحط مصباح تحت اناء، يعني الاناء بيتكلم على الشخص، يبقى انت موت النور اللي فيه، ما مش هينور، لاني بقيت شخص. ليه بيحصل كده؟ عشان غالبا في واحد في شخصيه من الاثنين في صغر نفس، في صغر نفس، فنتيجه صغر النفس الشخصيه الثانيه قويه فتغط على الشخصيه الضعيفه وطبعتها بلونها. ده لا لا ده شيء خطير. ولو على القاده في الكنيسه لما يشوفوا حاجه زي كده انهم يتدخلوا ويبعدوا الاثنين عن بعض، لاني ما ينفعش، ده خطر وخطر لاني ضد التصميم الالهي. لكن هل بيبقى الشخص اللي هو اتاثر جامد كده بيبقى مدرك باللي بيحصل؟ لا احيانا ممكن ما يبقاش مدرك، يبقى مدرك لما احنا نقول له احنا شايفين انك انت بتجاوب زي فلان بالظبط، احنا شايفين جرجس مش شايفين يعقوب، احنا شايفين جرجس اللي هو التاني مش شايفين يعقوب مثلا، شايفين ده خطر، خطر شديد، لان ده مش قصد الرب. قصد الرب ان بطرس يظل بطرس، يوحنا يظل يوحنا، يعقوب يظل يعقوب، اندراوس يظل اندراوس، كل واحد ليه شخصيته. فالكنيسة بفيها ثراء، يعني بفيها غنى تنوع. امين. عزيزي المشاهد، سمعنا النهاردة عن التأثيرات السلبية للصدقات، وكانت رسالة تحذيرية. نصلي مع بعض، تعالوا نشترك مع بعض في الصلاة باسم الرب يسوع. هاللويا يا رب، بنشكرك من أجل كلمتك يا رب، أنك تحمينا في اسم الرب يسوع من أي تأثير العلاقات يا رب، في الصداقة، أي صداقة يا رب وراها حكمة بشرية يا رب. عايزين يا رب الصداقات تكون مبنية متكلين عليك، وحكمة ناخدها منك أنت في اسم الرب يسوع. ادينا يا رب زي أليه يا رب تسقل من عندك، تدينا يا رب تأييد سماء في اسم الرب يسوع. وبنصلي يا رب انه ما يكونش في تأثيرات سلبية زي تأثير يوناداب يا رب على أمنون. يا رب نشكرك يا رب كده، وما يحصلش معانا زي اللي حصل مع شمشون. احفظ علاقاتنا، وبنصلي ايضا من اجل اولادنا. صلي من اجل اولادك ان الصدقات اللي تتبنى في سواء في المستقبل او اللي بتحصل الان باسم الرب يسوع. يا رب اي تاثيرات سلبيه يا رب كده تقف من على حياه اولادنا في اسم المحبوب يسوع، امين. الرب يباركك ويكون معاك، والى حلقه قادمه. فالرب عمل له ايه؟ بعت له ناس حلوين، انا صديق شخص، والشخص ده رحل من هذه الارض. مش خلاص كده اقول خلاص، عشان اتمتع بصداقه الرب هنا في حاجتين. ادينا المحبه اللي يبقى فيها عنايه ورعايه رب بعضنا ببعض،